وايضا سوق السلع في دبي لتخصيم المال مستشفى الناس. سيأخذنا في جولة أو طروافة السوق المالي، السوق المالي الافتراضي أثر تدريبي ناجح حقيقة. نترك المجال للدكتور في عجالة إن شاء الله يعطينا طروافة حول السوق المالي الافتراضي وأثره التدريبي على الطلبة والجامعات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the University of Sharjah, I am pleased to University of Sharjah's market, one for women and the other one for the men, twice, one in 2012 and the other one in 2013. And also our colleagues who taught the courses of finance, like جامعة الشارقة لنشر ثقافة التوعية المالية وإدراك
اساسيات التعامل مع استراتيجيات السوق المالي. حقيقه الاستثمار في الاوراق الماليه في مشان سوق التراضي تدريب الطلبه يدعو الى امرين، وكذلك طبعا المنحه اللي منحه الماجستير تقدمها في الاوراق الماليه والسلع للطلبه المواطنين يحصلوا على الماجستير في مصارف التمويل. السؤال اثر الخريجين، هناك مجموعه من الخريجين مروا في تجربه السوق المالي، هل هناك يعني نتائج حول دخولهم في السوق وذهابهم في تخصصات اخرى في السوق المالي؟ Thank you very much. This is a good question. And this is the most important goal for any university. This is the main goal. We are working very hard in order to produce good products for the market. And these are, of course, our students, graduates. And we are proud, most of our graduates, maybe more than 90%, they got the job easily, and we are proud that our university reputation is excellent in the market. So maybe this is one of the positive result, positive output of the establishment of the University of Sharjah. So, Mark. شكرا لكم. اهلا بيك.